بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أصدقائي وزملائي في كافة الوطن العربي، معكم سالي محرزية الحبوبي، رئيسة قسم الصحة بالاتحاد الدولي للمرأة الإفريقية مختصة بالرياضة الصحية. أقدم شكري للاتحاد العربي لكرة السلة، رئيس وأمين عام وأعضاء ومشرفين. شكراً لسعادة العميد عبد الله شلبي أمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة على دعوتي للمشاركة في دورة تدريب وتحكيم كرة السلة للصغار ميني باسكت. محاضرتي لليوم راح تكون عن مبادئ وأساسيات وأهمية علم النفس الرياضي وتأثيره على مرحلة كرة السلة للصغار. خلينا نبدأ موضوعنا الشيق والكبير، إنه من الصعب صياغة وتعريف دقيق لعلم النفس الرياضي، ولكن بإمكاننا القول أن علم النفس الرياضي من الاختصاصات في علم النفس، تدرس العوامل النفسية من أجل تطوير وتحسين الأداء الرياضي لدى الرياضيين. فما بالك إذا اعتمدناه وطبقناه في المناهج، في مناهج تنشئة الميني باسكت، حيث أنه يهتم بالصحة النفسية مثل ما يهتم بالصحة البدنية في نفس الوقت. فالرياضي القلق والمتردد والمتوتر والمتمرد، خلينا نقول، لا يستطيع إنجاز وتحقيق الهدف الرياضي مهما كانت الإمكانيات التدريبية لديه، ومهما تلقى من مفاهيم ونظريات تدريبية. فعلم النفس الرياضي من مهامه رفع المستوى الرياضي، وذلك يفهم السلوك الرياضي والعوامل اللي بتأثر فيه ويجعله يحافظ على نفس مستواه في التدريب ويوم المباراة دون الخوف من الجمهور عفوا. وهو كذلك علم يدرس سلوك الفرد تحت تأثير ممارسة الرياضة والعوامل النفسية في الأداء الرياضي لتحسينه، أي تحسين الأداء الرياضي ومعرفة أفضل الطرق لتنشئة أطفال الكرة الصغار رياضيا منذ الصغر. كذلك ضبط الغضب والعدوانية لديهم، وربما اكتشاف الأمراض النفسية إن وجدت والتخلص منها مبكرا في سن مبكر. وهكذا يعمل على تنشئة الأطفال بأفضل الطرق رياضيا ونفسيا واجتماعيا، وتنشئة الناشئ كذلك منذ الصغر على الثقة بالنفس، احترام الآخر، احترام القوانين والتقيد بالنظام، رفع روح التنافس النزيه، روح التعاون، روح الإثار والصبر، والتخلص من الرهبة التي تصير باللاعب أمام الجمهور. هذا كله منذ الصغر. من مهام علم النفس الرياضي من الناحية البدنية والنفسية أنهما مكملان لبعضهما البعض. فعلم النفس الرياضي يساعد على استخدام التدريب العقلي اللي بدوره يهدف إلى التحكم في السلوك الجسدي والعقلي، لكن عن طريق الخبرات السابقة يستخدم القدرات العقلية. وكذلك من مهام وأساسياتهم، يعني أساسيات علم النفس الرياضي، هو المساهمة في تقوية القدرات للاعب على معالجة الضغوط البدنية حتى يكون شخص إيجابي في المنافسات البدنية. كذلك من مهامه
تعليم سرعة التخلص من الإصابات، عكس ما يعتقد أن الإصابات البدنية لا علاقة لها بالصحة النفسية للاعبين. وهذا الشيء وهي المعلومة وهي الفكرة غير صحيحة، لأنه من المهامات التي يختص بها أخصائيون في علم النفس الرياضي هي مساعدة اللاعبين بعد التعرض للإصابات على تحمل الوجع والألام، وجعل اللاعب يدرك أنه بعيد عن المسابقات والمباريات خلال فترة علاجه لحين يتم شفاؤه من مرضه. كذلك من أهمية علم النفس الرياضي من الناحية البدنية أنه يسعى إلى الحصول على أعلى أداء رياضي، محاولة منه للوصول إلى نسبة أصغر في إصابات اللاعبين خلال المشاركة في المباريات، وتحقيق أصغر نسبة انفعالات وتوترات خاطئة مع الفريق المنافس. كذلك مهمة علم النفس الرياضي أيضا إزالة القدر الأكبر من المشاكل التي تعمل على الإرباك وعلى تطوير الأداء الرياضي، وإزالة العوائق المتسببة لضعف الأداء الرياضي، والعمل على الرقي وتطوير الأنشطة الرياضية الرابطة بين العقل والرياضة. كذلك يسعى علم النفس الرياضي نفسيا إلى تثقيف اللاعب للتخلص من الخوف والتوتر والرهبة، حتى لا يكون مصير هذا اللاعب مصير مثل الكثير من المواهب التي انتهت للأسف الشديد بسبب الخوف من الفشل أو من مواجهة الجمهور، ويكون ضعفه وخوفه من مواجهة الآخرين سبب في إنهاء حياته الرياضية. وهنا تكمن أهمية علم النفس الرياضي في مساعدة اللاعب للوصول إلى نسبة معينة من الثقة بالنفس لتصدي مخاوفه وبلوغ وضع الاطمئنان. هذا كله يتم تلقينه وتأسيسه عند النشأ عن طريق أخصائي في الإعداد النفسي التربوي الرياضي. كذلك يلعب الإعداد النفسي الرياضي في الميني باسكت خاصة وفي الرياضة بصفة عامة دور كبير في خلق جيل قوي الشخصية سواء في الميدان أو خارجه لمختلف الفئات العمرية للجنسين على حد سواء، والذي يستخدم بدوره المجتمع الرياضي والمدني في بعث جيل متزن الشخصية متصالح ومتسامح مع نفسه والمجتمع، بعيد عن العنف السلوكي والعنف الرياضي والعدوان. المعد النفسي الرياضي بإمكانه وضع برامج للمدير الفني والمدرب وغيرهم من الأشخاص المشرفين في الفريق من على اتصال مباشر مع اللاعبين، نظرا لأن المعد النفسي الرياضي هو شخص لديه خلفية علمية بعلوم التربية البدنية والرياضية وتلقى دراسات محددة في تخصص علم النفس وعلم النفس التربوي الرياضي، فهو المدرب العقلي والمسؤول عن المهارات النفسية للرياضيين. نقول مرة أخرى للمعد النفسي
ولعلم النفس الرياضي دور كبير في إعداد فريق رياضي، في إعداد الفريق الرياضي نفسيا، وخلق الأجواء نفسية صحية لكافة عناصر النادي، عفوا، من إداريين ومدربين وفنيين إلى لاعبين. في صورة تم الاستعانة به كمعد نفسي رياضي، فسوف يساهم بشكل ملحوظ في وضع الفريق في طريق الثبات وصعود سلم النجاح والتقدم. فعلى سبيل المثال، عالم النفس الرياضي له علاقة قوية بالناحية الخططية والنفسية والبدنية والمهارية. إذا تعرضنا لدور وأهمية علم النفس الرياضي أو عالم النفس الرياضي لمرحلة كرة السلة للصغار، نسلط الضوء قليلا على دوره في مساعدة والتعاون مع المدرب على إيجاد طريقة سلسة له للتقرب من لاعبيه نفسيا، وإيصال معلومة لهم، خاصة ونحن نحكي على مرحلة كرة السلة للصغار، فالمدرب هو صاحب المهمة الأصعب بين طاقم الفريق، حيث يتحمل كل كبيرة وصغيرة سواء في النجاح أو الفشل، وهو الواجهة الأمامية التي يتجه إليها المحللين والنقاد والجماهير بالسلب أو الإيجاب حسب النتائج. وربما هذا ما يجعل نفسيته متقلبة مع لاعبيه، وربما في ظروف أخرى تصبح نفسيته متوترة داخل الفريق. وهنا يأتي دور خبير عالم النفس الرياضي لتقديم الدعم النفسي والطرق والحلول للمدرب لجعل أجواء الفريق صحية نفسيا، نظرا لأن علاقة المدرب باللاعبين هي من تؤسس النجاح للطاقم بأكمله. إذا كانت سليمة، فالمدرب يجب أن يحافظ على علاقته الطيبة باللاعبين، والعكس كذلك، بعيدة عن الشوائب، وأن يعزز روح الثقة في لاعبيه دون تفرقة. فالمدرب هو عامل رئيسي اللي يجعل اللاعب يحب اللعبة أو يكرهها، وأن يحتويهم كذلك كأصدقاء ضمن الإطار الاحترام المتبادل، لأنه هذه الثقة تزيد من تعزيز الطموح اللاعب وتقويته، خاصة إذا كان اللاعب يحظى بالرعاية الصحية من مدربه المباشر في السن الصغر، ففي الكبر سيصبح لاعب قوي جسديا ونفسيا وفكريا، ومتصالح مع نفسه ومع الناس. خلينا نقول، بعد ما تعرضنا لدور علم النفس الرياضي مع المدرب، نأتي لدور علم النفس الرياضي مع الأهل، وضرورة اجتماع خبير في هذا المجال مع الأهل لتثقيف الأهالي وأولياء الأمور نفسيا، بحيث يتقبلون خسارة ابنهم فوق الميدان بصدر رحب، حتى لا تكون ردة فعلهم عليه سلبية، وبذلك يصاب اللاعب الميني باسكت بالأحباط، ويؤثر هذا على مردوده مستقبلا. فالطفل هو رصيد المستقبل، هو الاستثمار للمستقبل. الموضوع مهم، يمكن أن يؤثر على نشأ الميني باسكت كما قلنا، ويحط المدرب أو الحكم أو الطفل نفسه تحت ضغط عصبي
وعدم الثقة بالمدرب أو بالحكم، وذلك عند تدخل الأهل أثناء التدريب أو أثناء المباراة في الشؤون الفنية، بالاعتراض عن عدم مشاركة ابنهم في المباراة أو في التدريب. وهذا ما يعاني منه للأسف الكثير الكثير للأسف عفوا الكثير من الإطار الفني والمدربين. فمثلا تأتي الأم أو الأب بيقول لك أنا ابني ما شارك راح أغير الفريق، وربما الأهل يغيروا الفريق فعلا، والنتيجة الولد يبتعد عن أسرته الرياضية ويبطل يشوف يعني أصحابه لفترة التدريب اللي كان يلتقي فيهم في فترة التدريب، وممكن تكون علاقتهم وطيدة وقوية، ويصير عنده شرخ في شخصيته، ويتعرف على أصحابه في الفريق جديد ويمكن ما يتقبلهم وما ينسجم ويتعب نفسيا، وربما يكره اللعبة ويدخل في حالة اكتئاب. وأساس الموضوع هو كان حله بالصبر والتفاهم مع الفريق الأول، وما كان الولد اتعرض لتجربة نفسية موجعة ربما تكون قاسية معنويا بسبب عدم الصبر الأهل. نقول لأولياء الأمور أعطوا فرصة للمدرب، أعطوا فرصة لأولادكم حتى يكسبوا الخبرات الرياضية، ما في مشكلة يخسروا أو يربحوا، يشاركوا أو ما يشاركوا في المباريات، وأنه المدرب هو يلعب دور ولي الأمر والأب، وما عنده تحيز وتميز ضد ابنكم، وأنه الفرصة قادمة، وضروري ما تحسسوا ابنكم أنه ناقص موهبة عن زملائه أو فاشل، بالعكس هو في طور التجميع وكسب المهارات والقدرات الفنية الرياضية بثبات، فقط الصبر وطولة البال، بل بالعكس يجب تحفيزه معنويا بالصبر وانتظار القادم الأحسن، وأنه تحسسوا ابنكم أنه هو مشروع لبطل ولاعب كبير مستقبلا، وأنه راح يصير أفضل مستقبلا، وضرورة تغرس روح الثقة والاحترام بينهم وبين المدرب، والاقتناع بضرورة الصبر سواء على الإطار الفني، سواء على المدرب، سواء على الحكام. وكذلك أنه الولد ينتمي إلى مدرسة تكوين النشأ والإعداد النفسي والبدني طويل المدى، لأنه المدرسة لما يكون فيها إعداد النشأ طويل المدى أفضل من المدرسة اللي بتكون مستعجلة وقصيرة المدى وتدور على الفوز وتدور على الربح. كذلك عندما يعتمد المدرب من جهة ثانية، عندما يعتمد المدرب على الخصخصة ويركز على لاعبين ممتازين والكويسين، الشيء هذا اللي يخلي مستواهم أقوى نفسيا، وبيكونوا مرتاحين، ويكون السكيلز تبعهم عم يعلى أكثر وأكثر، بينما اللاعبين اللي هما مش متمكنين ومستواهم ينزل أكثر، مستواها رح ينزل أكثر، ويحصل لهم ديبريشن ويصير عندهم مركب نقص وتوتر داخلي وشعور بالخوف من اللعبة نفسها وتوقع الشر، ويدخل في دائرة القلق اللي سيظهر على شكل متغيرات فيزيولوجية، وهو القلق البدني أو متغيرات معرفية، القلق اللي نقصد به القلق المعرفي، أو متغيرات انفعالية كسرعة وسهولة الانفعال. وخلينا نحكي شوي عن الأعراض الفيزيولوجية اللي راح يسببها لهم المدرب بسبب
التمييز بين لاعب وآخر وتفضيل لاعب وآخر هي متاعب في المعدة، زيادة في ضربات القلب والتوتر البدني، وزيادة في إفرازات العرق، وزيادة على القلق المعرفي اللي هو ضعف الانتباه والتركيز في الوجبات الحركية المطلوبة، والتوقع السلبي لأداء اللاعب أو اللاعبين بصفة عامة، وسوء المستوى والفشل والافتقار إلى التركيز والانتباه وتصور الهزيمة. الكل يعرف إنه التحضير البدني للاعب له تأثير كبير على الحالة اللي راح يكون عليها اللاعب. فمثلا اللاعب المحضر جيدا سيمر بحالة مغايرة عن اللاعب الذي يكون في حالة تدريبية منخفضة أو منخفضة، ولكن يجب دعم هذه الفئة معنويا. الفئة مين؟ فئة اللاعبين الصغار، فئة النشأ اللي بيكون ما عندهم مستوى فني ومستوى بدني قوي. يجب دعم هذه الفئة معنويا عفوا ونفسيا ورياضيا حتى تتمكن من بذل أقصى جهدها لتغير مستواها والانتقال من حالة الراحة إلى حالة العمل، أي من حالة الانتظار السلبي إلى حالة الاشتراك الفعلي والممارسة الفعلية مع المجموعة، وتحمل مشاق التدريب والتخلص من القلق والانفعال اللي يسببه سرعة وسهولة حالات التوتر النفسي والعصبية والاكتئاب. وإذا على حد ظني أو معرفتي، إذا توفرت كل هذه العناصر سيتربى النشأ على ثقة في الأساليب التي يقوم باستخدامها المدرب. لذلك يجب العمل على أنه الأولاد كلهم يلعبوا الإيكوال تايم، وهذا راح يكون له تأثير إيجابي نفسي وتأثير إيجابي تكنيكلي كباسكت وكمستوى فني. وياريت هاي النقاط المهمة اللي من المفروض المدرب ينتبه لها، وإنه يسعى المدرب الرياضي على تثقيف نفسه بشتى الطرق والوسائل المختلفة حتى يتفادى التأثير السلبي على اللاعبين أثناء الحصص التدريب أو عند المباريات، وإنه يسعى على بناء علاقة إيجابية وإنسانية مع المتدربين النشأ، إذ أن المتدرب يحتاج إلى المرور بتجربة نجاح، ففي النجاح أثر كبير في تطوير مشاعره وإحساسه بالثقة بالنفس. لذلك يجب إعطائه فرصة لتحقيق إنجازات ترضيه وتحقق له الاطمئنان والسعادة، وتشجعه على التدرب ضمن نشاط تعاوني واستخدام مهارات للتواصل معه من استقبال وإرسال، وأن يحسس المتدرب بأهميته وأنه مقبول وقادر على التحسن والإبداع والفوز. وليعلم المدرب أن المتدربين يحتاجون إلى أن يعاملوا بعدل وإنصاف ويرفضون التميز مع مراعاة الفروق الفردية بالنسبة للاعبين. وليحط المدرب في عين الاعتبار أنه الإعداد النفسي القصير المدى والذي يتمثل في
الإعداد النفسي المباشر للفرد قبل دمجه واشتراكه في المباريات لن يوصله إلى النتائج المطلوبة في حالة غياب التحضير النفسي طويل المدى. كذلك مثل ما ندعم لاعب ميني باسكت ونحتويه كعلم نفس رياضي، يجب أن نعلمه وننقله منذ الصغر على احترام مدربه المباشر وكافة الإطار الفني والمشرفين، مثل ما نطلب من المدرب معاملة النشأ ميني باسكت أو غيرهم بطرق علمية نفسية اجتماعية سليمة، من حقه كمدرب أن يقع احترامه واحترام تعليماته عفوا أثناء التمارين وعند المباريات عفوا، وأن تتوفر له الأجواء النفسية السليمة للعمل وتقبل وتنفيذ تعليماته من طرف نشأ ميني باسكت مبنية على الانتباه والتركيز. هذه الأمور تجعل المدرب يعمل كل جهده وكل ما في وسعه من أجل تكوين جيل صاعد لميني باسكت، فنان على الميدان صاحب مواهب ومهارات قوية على المدى البعيد تساعدهم على الأداء الجيد مستقبلا. نرجع للمدارس. بالنسبة للمدارس، حسب رأيي المتواضع توجد مدرستان، مدرسة تركز على المكسب والخسارة وتضع الأولاد تحت ضغط نفسي وعصبي وبدني سواء من المدربين أو أولياء الأمور والأقارب والجمهور، لأنهم ينتظروا منهم الفوز، وهذا الشيء غلط. كل ما كان تكوين وتدريب النشأ بكل حرفية بكل صبر واعطيناهم الوقت حتى يكونوا أنفسهم، كل ما كانت النتائج مرضية وكل ما كانت النتائج مبهرة. من ناحية ثانية، توجد مدرسة أخرى تركز على تربية النشأ والإعداد النفسي الطويل المدى وتعليم المهارات وعلى الإعداد البدني النفسي والذهني لبناء نشأ ميني باسكت يتمتع بصحة نفسية وجسدية سليمة، حتى ينتقلوا من مرحلة الميني باسكت إلى مرحلة النضج والكبر بطريقة صحية إيجابية. لذلك نجدهم غير متقدمين في البداية وما يكسبوا، ولكن فيما بعد يستطيعوا خلق نشأ قوي قادر على المنافسة. لذلك يجب البحث عن العوامل اللي تساهم في تطوير كرة السلة المصغرة والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على مرحلة كرة السلة للصغار، ويجب العمل على تأمين البيئة السليمة لهم، وخاصة وأن الجيل الصغير هو رصيد المستقبل والاستثمار الناجح للحصول على لاعب عظيم في المستقبل، مصقول بدنيا، متطور ذهنيا، ومعافى نفسيا. إن تم منذ الصغر إلى مدرسة الميني باسكت اعتنت به وطورت وصقلت
مواهبه بالدرجة الأولى دون التركيز على الفوز المستعجل، حيث تم إعدادهم نفسيا وذهنيا وجسديا لخوض المنافسات الرياضية والتكيف مع المواقف الطارئة والنتائج التي يتم تحقيقها، وتنمية حب وفخر الانتماء إلى اللعبة، لعبة ميني باسكت، وللمؤسسة الرياضية وزملائه في اللعبة، وهذا سيعكس على حياته، بس عفوا، وهذا سينعكس على حياته العلمية والعملية والاجتماعية. لذلك يجب تأمين البيئة النفسية للاعب ميني باسكت من جميع المحيطين به، من أسرة وحكام ومدربين ومشرفين ومجتمع كذلك، ويتم ذلك تحت إشراف مظلة علم النفس الرياضي، نظرا لأهميتهم ودورهم في رفع المستوى الرياضي. فما بالكم لو كان إشرافهم على النشأ في مرحلة كرة السلة منذ الصغر. أنا إن شاء الله بكون خلصت، وإن شاء الله بكون فدت، وأتمنى أكون قد وفيت في نقل المعلومات حول مبادئ وأسس وأهمية علم النفس الرياضي وتأثيره على مرحلة كرة السلة للصغار. أتقدم بالشكر للاتحاد العربي لكرة السلة الذي ما فتئ يسعى للارتقاء بكرة السلة العربية. شكرا، دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.